حوالي الساعة 6 صباحا تلقينا جثث 7 ضحايا اثر اصطدام عنيف ما بين حافلتين، حافلة من الحجم الكبير وحافلة من الحجم الصغير، كان اتجاه ماشي اتجاه معاكس. والضحايا يعني كان الموت يعني في عين المكان، يعني نظرا للاصطدام العنيف تلقينا 7، وكاين سائق الحافلة الكبيرة مجروح بكل حال الوضعية تاعو مش حرجة، ليست بحرجة. احنا بصدد دائما لي زيكزامين كومبليمونتير، ولكن ماهيش البرونستيك تاعو ماهوش كراف. يعني يتم بعد توفير الوثائق اللازمه ان شاء الله، بعد تقديمها للمصالح تاعنا تاع مكتب الدخول، ان شاء الله نقوموا باش ننقلوهم. كاين واحد برك اللي نظرا لانه لا يحمل بطاقه هويه ولا هاتف محمول، دونك مازال ما تعرفوش عليه مصالح. بالتقريب يكون 35 سنه هكذاك، يعني خاطر معظم الضحايا السن تاعها ما بين 30 40 سنه. مازال ما تعرفوش، ما لا عائله لا مصالح لا من ناحيه، مازال ما تعرفوش عليه. الباقيه كاع بالمنطقه يعني تعرفوا عليهم، وراهم موالي امراهم.